وبالعودة إلى العاصمة انجمينا، قام اليوم عمدة بلدية الدائرة الخامسة برفقة مساعديه إلى سوق المواشي الكائن بحي كركنجية بالدائرة، وذلك للوقوف على سير عملية البيع والشراء للمواشي نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك. تقرير ابتسام موسى بصوت عبد الرحمن آدم رحمة. استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون في شتى أنحاء العالم تطبيقا لشعيرة الإسلام، وفي هذا السياق فقد قام عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى برفقة بعض من مؤاونيه والبيطريين بزيارة ميدانية إلى سوق المواشي الكائن بهي كركنجي، وذلك بهدف الوقوف على سير عملية بيع وشراء الأضاحي، إضافة إلى التعرف على صحة الأغنام المعروضة للبيع من قبل التجار للمواطنين بمدينة جمينة. وتعد هذه الزيارة حرصا من الأمدة في سلامة وصحة المواطنين الذين يشترون هذه الأغنام. ونشير إلى أن الثمن المخصص لبيع أغنام الأضاحي في هذا العام معقول مقارنة بالعام المنصرم. في ذات السياق يشاهد في الأسواق كثرة الباعة والمشترين استعدادا للأضحية، كما يرتاد الكثيرون أسواق المواشي لشراء الأضاحي. وبهذا الخصوص قام فريق من التلفزيون بزيارة إلى بعض الأسواق لمعرفة الأسعار. تقرير خليد حسن صالح. 24 ساعة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك والذي اعتاد المسلمون المستطيعون فيه على ذبح الأضاحي وتقديمها قربانا إلى الله اقتداء بسنة المصطفى وعلى ملة أبينا إبراهيم عليهما السلام، ولكن أوضاع السوق هذا العام مغايرة لما كانت عليه الأعياد سابقا، حيث تجمع تجار المواشي والأغنام في مختلف أسواق العاصمة أنجمينا، ولكن ارتياد المشترين وإقبالهم عليها هو ما تفتقده الأسواق هذا العام. لم تكن الأسعار باهظة، وإنما صعوبة الأوضاع المالية حالت دون ارتياد المواطنين الأمر الذي أبطأ حركة السوق هذا العام. وبحسب آراء بعض تجار المواشي فإن العيد هذا العام صادف موسم الخريف، مما زاد من تدهور أوضاع السوق، مؤكدين أن الأسواق ينقصها المعايير الصحية. واسا قرض ما في ده، هاي ناس تعبانين واقعين في الطينة، الحكومة خلي تنظر لها شعبها وتنظر لها المواطنينها، هاي نكشيها سواقين له بطينة، الله أعرف خلي بكان نجوه بكان نلوم كل هذي، هاي نجوا برا تعبانين طينة أساس تليل بهاي، بعدين تسهيل الأوارة في الملكر يعني. نعم تسهيل الأوار وتضلع عن ذات قدرة. كان فيها ناس خدموا بيدفعوا فترات تسبب مثل الرديف. خلاص الوساقة دي كلها تطلع فوق. وعندها عندها مكروزات عندها حيروك. مكروب عنده خمام قاعد بخش في البهاي. أما المشتريين فقد أشاروا إلى أن الأسعار مناسبة، إلا أن بعض الموظفين يشكون الضائقة المالية، وهذا أمر يتطلب منهم ترتيب الأولويات. والله بالنسبة لسيرهم ده عجيب، لكن بس الظروف تعرفها مع السيز نزير اللي جا كل فونسنر شغل القنا القدا دهابة معنا. كما يرى بعضهم أن شراء أضحية هذا العام شبه مستحيل، ولكنهم يضعون أمالهم وثقتهم في الله، ينتظرون إلى صباح العيد لعل الله يجعل لهم مخرجا على حد قولهم. وفي نفس الإطار سلطت الزميلة عائشة أحمد دوقي الضوء على نشاطات الشباب والصبيان خلال هذه الأيام. استثمار الوقت واكتساب الفرص في أشياء يستفيد منه الشخص في تحسين وضعه الاقتصادي بكسب يده، هذا هو النهج الذي اتخذه هؤلاء الفئة من الشباب. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك تزدهم أسواق المواشي بتجار الخرفان للأضحية لتكميل شعائر الدين الحنيف امتثالا لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام. والذي يلاحظ هنا في العاصمة انجمينة أثناء موسم العيد يتوجه بعض الأطفال بصورة كبيرة على الرغم من صغر سنهم للانشغال بجر الأغنام للزبائن وتوصيلها إلى سياراتهم. نعم كان جو دوري بيه ده فاس هو كان جو بيه كان خلاص بعد تامن وبعده بس أني نشوف ربطوريا كان في موتو كان في وتر كان ربطو ولا أنت. ها
هؤلاء الأطفال يمارسون هذا العمل أثناء فترة الإجازة المدرسية رغبة منهم في توفير عائد مادي يمكنهم في قضاء بعض حوائجهم. من فجر أني نجي نفتش شيل عشر شير نربوت وكلينا قلم ده نربوت نزق فوق السلة شير ده نجري مدرسة عشان مدرسة صدر يجيك قلنا قليل. ويعتبر عمل جر الأغنام عمل موسمي في الأعياد والمناسبات يمارسه هؤلاء الأطفال من فترة إلى آخر حيث يسترزقون منه مبالغ مالية معينة يعينون فيه أسرهم.